شلومو. مشاهدي الفضائية السوريانية سورويو تي في بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا من لبنان. من لبنان رح نتعرف على ديرو دموريو حانون مع مادونو بيت موريو باللغة السوريانية، أي دير ماريو حنا القلعة بيت مري. هو استمرار للعبادة أولا الآلهة الفينيقية والبيزنطية والرومانية وعبادة الله الواحد مع المسيحية. هو استمرار للممارسات الطاقوية والنسكية والإنسانية والتراثية. هالدير ذات الموقع الاستراتيجي، وبسبب هالموقع كان محط أنظار القادة العسكريين لحماية فتوحات ومعاركهم، فهو بيشرف على بيروت وعلى مرفأة وعلى المطار وعلى المتن وكسروان وعلى علي والجنوب امتداداً إلى جبل الكنيسي وجبل صنين. رح نبدأ الجولة بأرجاء دير ماري يوحنا القلعة بيت ماري. أهلا وسهلا فيكم أولا بهذا الدير العريق والتاريخي وصاحب الإنجازات الكبيرة على صعيد الرهبني وصعيد الوطن. نحن بدير القلعة ببيت مري. هذا الدير أخذ اسمه دير القلعة، مع العلم أنه هو قديما كان في كنيسة لمار أنطونيوس، ولاحقا سمي دير مار يوحنا لأنه الرهبن الأنطوني لما عمرت هذه الكنيسة عمرتها على أنقاض هيكل روماني وسمت هذا الدير دير ماري يوحنا، ومعروف بدير القلعة لأنه مبني على دير القلعة. نحن التاريخ بيقودنا إلى أيام سابقة، بيقودنا إلى أيام الفينيقيين، بيقودنا إلى أيام الرومان، بيقودنا أيضا إلى الأيام البيزنطيين، وبعدين بيقودنا إلى الوطن لبنان وما مر على لبنان من أحداث كانت مؤثرة في هذا الدير وفي تاريخه، وأيضا على رهبان هذا الدير وعلى رسالته. إذا بدي أبدأ بتاريخ الدير، تاريخ الدير كان وقفية هوني، وكانت كل القلعة وكل الأثار اللي موجودة هوني كانت وقفية لبيت أبي اللمعة اللي كانوا هني عندهم أملاك كثيرة، ولما تنصرنوا خاصة على يد الرهبان الأنطونيين قدموا من أراضيهم من أملاكهم بعض الأملاك بعض الأماكن، واشترطوا على الرهبان أنه يكونوا عم يبنوا أديار عليها مثل إرنايل، مثل هون دير القلعة، مثل مرشعية إلى آخره. والشيء اللي صار أنه الرهبان إلى جانب ما تقدم لإلهم اشتروا أراضي ووسعوا أملاكهم هون بدير القلعة ببيت مري، لأنه كان همهم أنهم يثبتوا ويثبتوا غيرهم على هذه الأرض. رسالة هذا الدير أن تثبت المسيحيين حتى حيث هم، مع العلم أنه كانت المنطقة منطقة فيها كثير من الإخوان الدروز موجودين هوني من أبي اللمع وغيرهم. سنة 1957 سنة 1948 كانوا الأمراء أبي اللمع عم بيقدموا الأراضي بعض الأراضي اللي بيملكها هذا الدير إلى الرهبنة الأنطونية. سنة 1957 بدأ الرهبان ببناء كنيسة واكتملت سنة 1762. هالشي هيدا خلى الحياة الرهبانية تزدهر هون، بحيث انه دير القلعة ما عاد دير فقط للرهبان، ولكن كان مدرسة رهبانية، ولاحقا ايضا صار مركز للرئاسة العامة للرهبنة الأنطونية. بالإضافة إلى ذلك بعد لليوم هذا الدير هو المركز الصيفي للرئيس العام للرهبنة الأنطونية ولمجمع مدبريه وللأسرة اللي اليوم موجودة بدير ماروكوز الدكواني. نحن هون بقلب هالدير رسالتنا هي
أولا من قلب الدير، إنه نكون عم نعمل إشعاع روحي وإصغاء للناس، إن كان على صعيد الرياضات الروحية أو كان على صعيد الاحتفالات اللي بتصير أو القبول بعض الأشخاص اللي بيجوا من أجل الرياضة هون. ولكن عنا رسالة أخرى، هي إنه كمان نهتم بالأديار اللي موجودة حوالينا، أديار الرهبات، نقوم برسالة روحية معهم ومساعدة أحيانا مع كهنة الأديار لما بيطلبوا مساعدة من الرهبان. بالإضافة إلى ذلك، نحن اليوم حاليا في اثنين من هالدير، أبونا جرمانوس جرمانوس وأنا، عم نهتم بمدرستين للرهبنة الأنطونية، واحدة موجودة بالدكواني واحدة موجودة بالبوشرية، بالإضافة إلى قيام رئيس الدير الأب مارون بشعلاني والأخ جوارجو السعد اللي هو قيم الدير، بالخدمات الديرية وبالخدمات اللي بتتطلب لهذه المنطقة. ومعنا هون بهذا الدير الأب بولس ضحضح اللي كان لفترة طويلة لخمسين سنة كان هو رئيس بلدية مار أشعيا المزكي بالقرب منا هون، بالقرب من بيت مري. فإذا هيدا جمهور الدير اليوم حاليا عم بعرف عليه، لأنه كل واحد منا، كل واحد من جمهور هذا الدير عنده مسؤولية خاصة عم بيقوم فيها تيخدم الكنيسة ويخدم شعبنا اللبناني. من رسالة هذا الدير إنه يقوم بشهادة كنسية وبشهادة إنجيلية، ولذلك هو عم يستقبل أحياناً وعند الطلب رياضات روحية أو لقاءات فكرية لحتى يكونوا الكل عم يتنعموا بكلمة الله وعم يصغوا لكلمة الله، بالإضافة إلى خدمة الأديار الراهبات اللي موجودة بالمحيط، أو خدمة أيضاً الرعاية لما بعض الكهنة بيطلبوا منا أن نكون عم نقدم خدمة لهذه الرعاية. كما وأنه عنا هون كنيسة مرتبطة بالدير، منأمن فيها القداسات كل نهار أحد، لأنه منا كنيسة رعية، هي كنيسة هيك كانت ملجأ للرهبان، كنيسة سيدة البشارة لما كانوا صار في علينا ضغط الأتراك بهذيك الأيام، تعمرت هالكنيسة وسط مكان زراعي لحتى الرهبان يقدروا يكونوا عم بيقوموا بقوتهم اليومي بعرق جبينك تأكل خبزك. هالدير هوني إذن اللي مبني على أنقاض قلعة، واللي شفنا من تاريخه يعني شو كيف تطورت هالأبنية هيدي. هالدير مر بحالات صعبة. بذكر أولا وقبل ما ينبنى الدير إنه صار فيه سنة 550 صار فيه زلزال كبير وهذا الدير تهدم، وبالوقت نفسه منرجع نستذكر الأحداث اللي مرت على تاريخ هذا الدير لما عمرته الرهبني، إنه لما كان في الأتراك احتلوا هذه المناطق، كان من جملة الاحتلالات هو دير القلعة، احتلوه هون وراحوا الرهبان إلى الكنيسة سيدة البشارة اللي موجودة بمنطقة اسمها الشابورية لحتى يقدروا يكملوا حياتهم ويكملوا شهادتهم ويكملوا صلاتهم. يعني الرهبان شردوا أو هجروا من هذا الدير على يد الأتراك أولا، وعادت هالشغلة هيدي تكررت سنة 1990 لما صار الدخول السوري إلى لبنان، كان الرهبان كمان عم يتشردوا، ولذلك تغيب عن هذا الدير، صار في تغييب بالأحرى لرهبان هذا الدير الأب سليمان أبو خليل والأب ألبير شرفان، وحتى تاريخه لا نعلم أي شيء عن مصيرهم، بعدهم أحياء أم صاروا شهداء عند ربنا، مع العلم أنه نحن نفتخر بشهادة كل إنسان يموت من أجل إيمانه، من أجل الحفاظ على أرضه، من أجل القيام برسالة، من أجل لبنان. ودون هون أن أنسى أنه لما صارت الأحداث أيضاً بكل أسف بتدخلات خارجية سنة 1845 وسنة 1860 وصارت هالمشاكل خاصة بين الدروز وبين المسيحيين، كان هذا الدير عم بينيل نصيبه وعم يحرق هذا الدير. وبعد باقي عنا من هذيك الأيام باقي الصورة العجائبية اللي كل أبناء بيت مري والجوار بيكنوا لها كل احترام وكانوا يجوا لهون لحتى يصلوا لها،
اللي اليوم موجودة بالمتحف الأنطوني بدير مروكوز الدكواني، لأنه نقلناها من هون لأنه السوريين كانوا موجودين على هذه الأرض، ويعني والدير تخرب كلياً وخفنا وقتها على القدسيات أو الصور أو الأيقونات، لذلك جينا لهون بطريقة من الطرق درنا أخذناهم استحصلنا عليهم ونزلناهم على دير القلعة، وهيدا من بعد ما تهجروا أخوين الراهبين ألبير وسليمان. هيدا إذا بدي أقول نكبات إجت على هذا الدير، نكبات مؤذية وبالتالي حدت أحياناً من رسالته ومن دوره، ولكن مع هيدا وكله نحن بقينا على علاقة مع رعية بيت مير خصوصاً مع الأديار المجاورة لحتى نكون رهبان هذا الدير أو الرهبان اللي تهجروا من هذا الدير ولا يزالوا على قيد الحياة يكونوا عم بيقوموا برسالة كتير مهمة مع الناس ومع كل المؤمنين. بهالدير بيواصل الرهبان الأنطونيون الخدمة الإلهية والصلوات الليتورجية والتنشئة على حب الأرض وعلى الثبات، حيث أراد الله أنه يكونوا. هالدير أيضاً مفتوح أصلاً للمشاركة بالقداس والصلوات والرياضات الروحية واللقاءات الكنسية والرهبانية والإنسانية، وهو مفتوح أيضاً على استقبال المهتمين بتاريخ لبنان وبتاريخ المسيحية فيه وبالتراث الوطني والإنساني. هذا الدير كما مر معنا مبني على قلعة، وإذا نحن منلاحظ أنه القلعة الرومانية اللي بعدها موجودة لحد هلأني آثار منها، منشوف أنه في حجار منها موجودة بقلب الدير، وبالوقت نفسه منشوف أنه في أعمدة الكبيرة، الأعمدة الكبيرة اللي تبعوا للهيكل اللي يقال أنه هن من أهم الأعمدة موجودين بلبنان، موجودين داخل الدير والقواعد تبعولهم. يعني الدير مبني على القلعة وبالتالي بحجار القلعة أيضا، وهيدي شغلة كتير مهمة إنه الواحد يعرفها، إنه الآلهة تمت عبادتها في الأماكن نفسها، من معبد وثني إلى معبد كرسته الرهبان الأنطونية على اسم يوحنا المعمدان تيكون، والدير كمان حتى يكون مركز إكرام وعبادة لله الثالوث الآب والابن والروح القدس. من هالمنطلق هيدا نحن عم نشوف هالقنيع قدامنا، عم نشوف مبنى الرهبان، وإذا منتعمق ومنقرب من الحيطان الجدران منشوف كمان إنه في بعض الكتابات اللاتينية اللي موجودة على حجار، والحجار موجودين بقلب جدران هذا الدير. من هالمنطلق هيدا قديش حقيقة نحن بدنا نعطي أهمية لموقع دير القلعة الأثري لحتى يكون فعلا محجة لكل أهالي المنطقة وللبنان كله وللسواح من كل العالم تيتعرفوا على تاريخنا الأثري أولا، وعلى وجودنا الرهباني ووجودنا المسيحي ووجودنا الإنساني على هذه التلة. الله معنا. حبيب احكي عن توسع المسيحية وانتشاره من بعد حدث موت الرب يسوع وقيامته، يعني اول 300 سنة من تاريخ الكنيسة. عنا حدث مفصلي مع الامبراطور قسطنطين يلي اعلن المسيحية كديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية.
وبالتالي صار في نقل بين عبادة الأوثان وبين اعتماد الديانة المسيحية بحياة المؤمن. هالموضوع بيوصلنا تنشوف انه في أديار عديدة هي موجودة ومبنية على آثار رومانية، ومن بيناتها هالدائرة اللي عم نشوفه اليوم، دير مار يوحنا المعمدان ببيت مري، ما يسمى أو معروف شعبويا بدير الألعاب. من بعد موت يسوع، الرسل بالخوف أو بعمل الروح القدس يلي عم يشتغل فيهم انطلقوا بالعالم، وأكيد استعملوا وسائل النقل والتواصل يلي كانت موجودة عند الرومان. انتشار وبقعتهم الجغرافية الموجودة بالعالم، إن كان سفنهم وإن كان العربات نقل البري، وبالتالي لبنان هو من البلدان الأولى يلي وصل لها الإيمان مع الرسل. كل المراكز اللي موجودة بلبنان يلي كانت هي بالأصل معابد رومانية، مثل دير مار يوحنا القلعة، دير مار يوحنا المعمدان ببيت مري يلي عم تخدم فيها الرهبنة الأنطونية المارونية، هالدير هيدا كمان كان معبد روماني، المدينة البوليس موجودة حول المعبد وبعض الآثار موجودة. بتاريخ الكنيسة منحكي عن تحول ارتداد للمؤمنين يلي كانوا عم بيمارسوا شعائر وعبادات وثنية، وبالتالي اهتدوا إلى الرب يسوع وعملوا خبرتهم واعتمدوا وصاروا مسيحيين. بأول 100 سنة من الكنيسة كان هالإيمان ممنوع، كان هالمؤمنين والمسيحية بحد ذاتها مضطهدة، فكان الإيمان ينتقل بالسمع من شخص لشخص، لأنه كان في كتير خوف، كان في أمور محيطة بقلب البشارة خليتها تتقدم، ولكن أخذت 100 سنة تتمشي من مكان إلى مكان. كان بدها ثقة المؤمن يلي اهتدى إلى الرب يسوع وعمل خبرته الشخصية معه تيبشر مؤمن تاني بده يكون بيمون عليه، ما بيخاف منه، ما بيخاف انه يوشي فيه الى السلطات الرومانية وينتهي به الامر مش بالتبشير وانما بالسجن. اكيد كان عندهم الاستعداد للاستشهاد حتى. فمنحكي عن تحول المؤمنين بالاول، وبالتالي بعد فترة زمنية يعني بالقرن الثالث صار في تحويل حتى الاماكن، الدور العبادي الوثنية أو الرومانية بحد ذاتها لما تحولت المدينة، حولوا الأشخاص، حولوا هالمعبد إلى عبادة الرب يسوع. على اليسار تبعولنا في المعبد، المعبد اللي هو معبد روماني، وهالمعبد الروماني عليه بنيت الكنيسة، كنيسة مار يوحنا المعمدان. ولحتى نعرف أهمية هذا المعبد نتطلع بالحجارة شوية تبعوله، منشوف إنه لا تقل أهمية عن الحجارة اللي موجودة ببعلبك. ولهالسبب اعتبرت الأعمدة اللي كانت لهذا الهيكل اعتبرت بالرقم 3 يعني بالمرتبة الثالثة بعد أعمدة بعلبك وبعد أعمدة نيحة، قلعة نيحة كمان بالبقع. من هالمنطلق هيدا
هالعمودين اللي هن بعدهم موجودين هون هن فعلا بجسدوا لنا أهمية وعظم وكبر هالمعبد اللي كان موجود هون، واللي كان وكانت أهميته جاية لأنه هون كان نائب الوالي الروماني كان مقيم في بيت مري، ولهالسبب بيت مري اللي هي بتعني بيت السيد رمزا إلى المعبد إلى الآلهة اللي كانت تعبد هون، وبالوقت نفسه كانت تسمى أيضا بيروت القديمة لأنه كان يجوا أهالي بيروت ويصيفوا هون ببيت مري، ومن هالمنطلق هيدا بيت مري ردت لهم الخير لبيروت لما أعمدت الموجودة اليوم بكاتدرائية مارجيريس بيروت أخذت من هذا المكان بالذات، لأنه المقلع اللي كان تطعم أو تأخذ منه حجارة المعبد والأعمدة كان موجود هون. بالفعل أنا بتذكر أنه كان في مطرح مبين تماما كيف كانوا عم يحفروا الأعمدة بمكانها حتى بعدين ينقلوها وحطوها هون. هالشي هيدا بسبب الأوضاع اللي صارت على الدير انطمرت وما عادت موجودة وما عادت مبينة. من هالمنطلق هيدا نحن اليوم قدام معبد مهم من معابد لبنان الكبيرة، ولذلك أطلق صرخة اليوم من على شاشة تلفزيون كون تقول إنه الدولة اللبنانية من الواجب عليها أن تهتم بهذا الموقع لأنه موقع مهم، وكتار من الوزراء اللي اجوا كان للسياحة وإن كان للثقافة وإن كان موجودين بمديرية الأثار كتار ما بيعرفوا هذا الموقع وما بيعرفوا أهميته وما بيعرفوا إنه اليوم وخصوصا بهالزمن اللي نحن عم نعيش فيه على صعيد المدارس وزمن الكلفة وزمن البنزين غلى البنزين إنه بحق لهم أولادنا وتلاميذنا وشعبنا يتعرف على هذه الأثار خصوصا اللي موجودين هون بهذه المنطقة. جغرافية هذا الدير وهذا الموقع بتشدنا إلى الكثير من الصمود لأنه نحن بدنا نكون عم نصنع السلام في الحرية، وصمودنا على أرضنا من صمود هذه الجدران وهذا الدير التاريخي العريق وصمود هذه القلعة اللي قاومت كتير من الأخطار الطبيعية ولكن بقيت صامدة، وفكم بالأحرى الأخطار اللي كانت عم تجي من احتلالات أو غير ذلك. هالسبب نحن اليوم موجودين على هذه التلة موجودين كرهبان لحتى نأمن استمرارية الرسالة المسيحية واللبنانية والإنسانية على أرض الوطن وننشرها للعالم. نحن كل ليلة وكل صباح منصلي باللغة السريانية ومنعمل قداساتنا باللغة السريانية أحيانا، وهيدا بشدنا إلى تراثنا السرياني العريق اللي الرهبنة الأنطونية كانت من المبادرات بالأحرى الأوائل أو الأولى اللي نظمت ما يسمى بالمؤتمرات السريانية مؤتمر التراث السرياني إن كان هون أو إن كان بسوريا لحتى نقدر فعلا نضلنا مرتبطين بجذورنا ومرتبطين بتاريخنا ومرتبطين بالفكر اللي قدمناه للعالم كله منذ فجر التاريخ لحتى اليوم. وعلى هالأساس هيدا نحن هون منعيش فعلا بفرح لأنه عم نشهد للرجاء الذي فينا، وبالتالي نحن عم نقوم بعمل تربوي من هالتلة هيدي بالذات لأنه البابا فرانسيس بيقول التربية هي فعل رجاء، هيك علمونا أبائنا السريان، هيك علمتنا أمنا الكنيسة، هيك علمونا كل هالقديسين والقديسات اللي عاشوا على هذه الأرض أكان في لبنان أم في كل العالم لحتى فعلا يكونوا عم يشهدوا أنه المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، ونحن أيضا سنبقى معه أمس كما كنا في الأمس وكما نحن اليوم وسنبقى إلى الأبد بإذنه تعالى. Thank you.
هالدير هو دير الشهداء ودير الشهادة للإيمان بالله وللأخوة الإنسانية، دير مري يوحنا القلعة بيت مري لمحافظة على الأصالة الرهبانية والتقاليد التقوية لجهد تأمين الصلوات باللغة العربية وباللغة السوريانية. هو محطة للانطلاق لمزيد من الأبحاث والدراسات للكشف عن التراث الديني وللفكر المسيحي وتحديداً الفكر السورياني. شكراً لكم مشاهدينا على متابعة برنامج من لبنان. أنا وياكم دايماً رح نلتقى كل أسبوع لحتى نتعرف على كل المعالم التاريخية الروحية والحضارية الثقافية بلبناننا يلي أكيد رح نبقى فيه وما رح نتركه. إلى اللقاء.